شربت نص ساعة قهوة مع محمد فحمي من الجزيرة الإنجليزي، وصدفة لقيت نفسي في الليستة الإرهاب. في الاول انا افتكرت يعني ده واحد راجل ومش انا ساكنه في الماريوت، انا ما بشتغل جزيره، وكان في تفاصيل كتير ده مش انا. بس السفاره الهولنديه خط نمر الباسبور من النائب العام في مصر. انا خرجت بمساعدة نائب وزير الخارجية، بس بعد 4 أيام كان عشانه كان كمان صعب عشان يلاقي طريق. السفير الهولندي قال لو النيويورك تايمز والجارديان، عشان هي عندها علاقات كويسة مع الإعلاميين دول، لو هم عارفين هي يعني مش ممكن تتحرك، يعني هي مش ممكن تسافر وهي في السفارة، يعني ده تكون قنبلة يعني في وشكم، يعني انتوا بتقولوا في حرية وما فيش